ولا تقول هذه الأرض تركتها والجثة على ظهرها. الحسين ما واروه لما تركت أرض كربلاء، ما أدري شلون حال الآن، ما أدري على أي وضع صار، كل شوي تطلع راسه من مقدمة المحمل. ها أبو محمد يا ولدي وصلنا أو لا؟ قال ليس بعد يا عمه. إلى أن بانت محاني كربلاء، قال أبو شراك يا عم لقد وصلنا إلى أرض كربلاء. أخرجت رأسها من مقدمة المحمل وشافت، لكن شافت الأرض غير الأرض. قالت بني أبا محمد أشوف عليها آثار العمران، هناك أعلام ترفرف، هناك مباني، هناك أناس، هناك حياة موجودة، تركناها برا قاحلة لا حياة فيها. قالها لا لا يا عمه، هذه الأرض التي قد جالت فيها الخيل على صدر الحسين، هذه الأرض التي امتزج ترابها بدم أبي الحسين، هذه الأرض التي هرولت عليها بنات الرسالة، هذه الأرض التي قد قتلت عليها الأحبة، أعرفها بعينها ونفس هذه الأرض التي عليها قبر الحسين. إذن هذا العلم الأسود اللي رفرف ما قضيته؟ شنو قضية هذا العلم؟ قالها يا عم ترى هذا العلم هو العلامة على قبر أبي الحسين، وضعه الزائرون علامة للقبر حتى يقصده الزوار، نادت قبر الشهيد ابنه بانت لنا أنواع قبر عسى يا الوالي الله ما تنقطع يا كربلاء، رديها أم وعلى الحزين أحشى طوبى إليك من تربة آية الصاطعة بنوار يوم القيامة الجنة مكتوبة الزوى أبدا فلا يتحاسى من يندفن بجوا. لماذا قال تكريم للي تعفر أت في تربتك خده؟ بهالأثناء جابر بن عبد الله يزور، إجا جابر بن عبد الله الأنصاري هو الأعمش بن عصية يجدان السير حتى وصل إلى قريب من ضريح الحسين، من قبر الحسين عفوا. لما وصل يقول الأعمش رأيت جابرا قد اغتسل في الفرات ولبس ثيابا نظيفة وطاهرة، ثم رش على نفسه شيئا على بدنه شيئا من السعد يعني الطيب، ومشى الهوين إلى قبر الحسين. قلت له يا جابر أراك تمشي الهوين يعني شوي شوي تمشي إلى القبر؟ قال نعم يا أعمش، إننا نمشي على أجنحة الملائكة قاصدين قبر الحسين. لما وصل إلى ذلك القبر وضع يده على القبر، أخذ حفنة من التراب. شوف الموالي والمحب كيف شعوره ويا الحسين، شمها ثم خر مغشيا عليه، ثم رش عليه الماء، نظر إلى القبر وهو ينادي حبيبي حسين. بعد ان تصيح ويا جابر لان حبيبك الحسين وفي قبر من وفي قلب من والاه، قبر حبيبي حسين حبيب لا يجيب حبيبه ان لا لك والجواب، وقد فصل بين راسك فرق بين راسك وبدنك وشخبت أوداجك على أثباجك، أشهد أن السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، واستشهدوا بين يديك جميعا ورحمة الله وبركاته، أشهد أن قد شاركناكم فيما أنتم فيه. التفت إليه الأعمش
قال له: سيدي، أنت تقول شاركناهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأجسادهم، ورملت نساؤهم ويتمت أطفالهم. قال: نعم، فإني سمعت رسول الله يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والله إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. بينما هم كذلك، وإذا بغبرة ثائرة من جهة الشام، قال: سيدي يا جابر، أشوف غبرة كأن قافلة جاية من جهة الشام. قال: اكشفها، إن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله، وإذا كان غيره فأخبرنا حتى نلتجئ إلى مكان لعلهم عين أو جواسيس. يقول هذا الغلام راح، وصل وإذا به يرى تلك الهوادج مبرقعة بالسواد، عليها آثار الانكسار. وإذا بالصوت من الهوادج: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما أعلامها؟ ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل واريتموها بالثرى؟ وهل استقرت في التراب رمامها؟ لسان الواقع يجاوب العقيلة: ما غسلوه ولا لفوه يا زينب في كفن، ولا مدوا عليه رداء، عار تجول عليه الخيل عادية. أحاطت لحاكت له الريح، ضا في ميزر وردا، علم أنه زين العابدين، رجع مسرع: يا جابر قم واستقبل إمامك والمفجوع والبقية الباقية، بالعجل قوم واستقبله. شيخ العشير، وبالعجل قوم واستقبله شيخ العشيرة، ويا اليتامى جاي بالذل والكسير، من بيت أبو طالب ترايا ما ظل غير، قام بعجل جابر وقلبه بنار مسعود، وتجري دموع فوق خده ينادي: وينك يا شبل حسين يا مهجة الها؟ ما ظنتي بقوا عليكم هالأعاد؟ مولاي خبرني شجرا بيام عاش. وصل زين العابدين، احتضنه جابر، أخذه إلى ذراعه: عظم الله لك الأجر. هذه أول مرة واحد يقول لزين العابدين، ياخذه الى ظلا الى 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 ذراعه ويقول له: عظم الله لك الاجر. والا طوال هذه الفتره سباب وشتيمه على زين العابدين وسياط تتلوى عليه. قال: سيدي اخبرني بما جرى على ال بيت رسول الله في هذه الارض. قال: يا جابر، اخاف ما تتحمل، انت مؤمن تعلم بما يجب بحق اهل البيت وفضلهم. قال: سيدي اخبرني، دعني اتمزق من الحزن والاسى. قال: يا جابر، على هذا المكان، على هذه التربة، صعد شمر على صدر ابي الحسين، على هذه التربة، على هذه المكان، دافعت زينب حتى لا يقتل حسين، على هذه التربة قتلت رجالنا، على هذه التربة يتمت أطفالنا،
اتزفر ابو محمد ادنادى بدمع هما. اسكت يا جابر لا اتسايل عن هالاحواء. يا ما شباب على الثرى اتعفر ولا انشا. ويا ما ولد خده على التربان معفو. والله يا جابر لو شفيت صاحب الصولة مفضوخ راسه طايح بجانب المسنى وجوده على اجدافه وهو ضام الحشيمة. والطفل يا جابر رأيت بسهم منحو ولو شفت شبه النبي اللي مدللينا جابه ابو حسين جسمه مقطعي وجاسم يا جابر ذوبي اقلب بونينا. اخ لكن هذه كربلاء